هكمل بس دول ابقى هراجع الجزء تاني مراجعه سريعه كده عشان الموديل ده مهم. 3 اوفر 3 ماينس 0 دي طبعا يا جماعه 3 اوفر 0 عشان الريكورد كان بايظ، بس دي تعتبر 3 اوفر 0. 3 اوفر 0 طبعا يا جماعه مش موجود في الان، مش موجود في الان تمام، ولا موجود في اي حته، لانه ايه نوت ديفايند. ذا اريا اوف رايت تريانجل هوز بيز لينث از 8 اند كورسبوندنت هايت از 6. ده ايه ده تريانجل؟ اه يبقى نعمل ايه يا جماعه؟ هاف تايمز 8 تايمز 6 هيطلع 24، لان هاف ال 8 ب 4 تايمز 6 ب 24. طيب نمبر اف بيقول لي ايه؟ ذا اريا اوف باراليلوجرام، اريا اوف باراليلوجرام هنقوله بس بيز تايمز هايت وخلاص. طيب معلش هقول دول تاني بس في السريع كده عشان الريكورد كان واقف، هقولهم تاني بسرعه كده عشان بس لو نزلته لكم على اليوتيوب يبقى انتوا ايه؟ هو طبعا جايب لي بيز تايمز هايت، جايبها لي كده بيز بي وحرف الاتش كده، هقوله تاني بسرعه كده عشان هم لو نزلتهم لكم على اليوتيوب ان شاء الله يبقى ايه. اه كان اول حاجه بيقول لي ايه؟ ذا اريا اوف ذا رومبس هوز دياجونالز، اللي هو الريفيجن شيت ده، ذا اريا اوف دياجونالز هوز ذا اريا اوف رومبس هوز دياجونالز 10 اند 12، كنا هنعمل هاف تايمز 10 تايمز 12 هتطلع 6. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ ذا نقط اند نقط هاز وان اكسس اوف سيمتري، يبقى الايسوسيلس تريانجل والترابيزي او الايسوسيس ترابيزي دول اللي عندهم 1 اكسس اوف سيمتري. هنا كان جايب لي 48 تايمز 100 ماينس 48 تايمز كام؟ ايكوال 48 تايمز 97. انا هعمل 100 ماينس 3 يدينا 97. طب اللي بعديها يا شباب كان جايب لي ايه؟ اه كان جايب لي ذا سيركمفرنس اوف سيركل هو ذا ريديوس لينس از 9. فهو بيديني الريديوس، جبنا احنا الدايمتر ب 18 خلاص، يبقى السيركمفرنس باي تايمز 18. الشكل ده مدهولي واتقلب كده دار كده يبقى روتيشن. طيب بعد كده بيقول لي if x is an odd number then x minus 1 يعني اللي قبله هيبقى even. طيب اللي بعدها بيقول لي 3 subtracted from double a number x. 3 subtracted يعني minus 3، double a number x يعني 2x. طب بعد كده مديني السيركل دي ومتلون ربعها كده يبقى ده كوارتر. طيب بعد كده بيقول لي ذا نمبر بتوين 10.5 اند 11.5، النمبر ده هيكون ال 11. طيب اللي بعدها مديني 10 less than x less than or equal 14، دي معناها كل النمبرز اللي بين 10 و14 اللي هم مين يا جماعه؟ اللي هم ال 11 وال 12 وال13، وهناخد ال 14 معانا عشان في علامه ايكوال. طيب اي يونيون او لو الاي اتحدت مع الاو بتديني ان، اي انترسكشن او بيديني فاي، بيدينا فاي لان مفيش انترسكشن بين اي والاو. بعد كده كان بيقول لي اسكوير هو سايد لينث اس تي، يبقى البرينتر بتاعه يا جماعه 14 قده 4 مرات. بعد كده جايب لي النمبرز دول بتوين بريسز، وطبعا ال 5.4 مش موجود في الان، مش موجود في الان، ال 45 موجود وال 54 موجود، فاحنا قلنا نوت سبست عشان البريسز. اللي بعديها دي كنت بعمل كل مره 4 12 36 108، واضح ان بعمل كل مره تايم 3، فهنعمل 36 تايم 3 هتطلع 108. طب اللي بعدها يا جماعه اللي هي 3 اوفر 3 ماينس 3، 3 ماينس 3 دي هتديني 0. طب ما 3 اوفر 0 doesn't belong to n اكيد. طيب اللي بعديها كان مديني تريانجل البيس بتاعته 8 والهايت 6، فانا عملت هاف تايمز 8 تايمز 6 طلع 24. بعد كده بيسالني اريا باراليلوجرام ايكوال ايه؟ قلت له بيس تايمز هايت. بس اصور لكم دي بقى، معلش بس الريكورد كان اتقفل مني وانا كنت عايز انزلها لكم على اليوتيوب بس حبيتوا تراجعوها، يعني ان شاء الله انزلها لكم النهارده على اليوتيوب بحيث لو حبيتوا تراجعوا منها يعني. تمام ده لسه جايب لي برو ديستريبيوتيف بقى ماشي. طيب مش نقولهم بسرعة كده، بص يا جماعة أول واحدة في الديستريبيوتيف جايب لي إيه؟ جايب لي كده 62 بلس 581 بلس 30. إحنا أكيد مش دول حلناهم قبل كده ولا حاجة زيهم؟ لا زيه ماشي. طيب يا سهل هنجيب ال 62 يا جماعه جنب مين؟ جنب ال 38، وده يبقى 1، ودي طبعا هتبقى كومبلي. طيب هنرجع بعد كده نحطهم هم في براكتس اهو،
ونقول له اسوشيت. تمام اسوشيت تمام يا مستر. سهله دي كوميونيتي. تمام هنقول يا جماعه مجموعه 100 بلس دي 581 هتطلع الانسر كام؟ 681. ده بالنسبه للمساله دي، بالتالي ده سهل بقى الكلام ده. طيب تعالى على نمبر بي، جايب لي ايه؟ نمبر بي مساله جميله جدا، جايب لي بيقول لي بي بيقول لي 4 تايمز 8 تايمز 4 تايمز 8 تايمز 25 تايمز 125. اكيد هجيب ال 4 جنب ال 25 وهجيب ال 8 جنب ال 125، ودي يا جماعه تبقى كوم. طب هرجع بقى اكتبها هياها هي هي بس في براكت اهو، وهتبقى دي اسوشيتد. طب دول الاثنين هيد 100 ودول الاثنين هيد 1000، ده عملناهم تايمز بعض هيد 100000 5 0. طيب لو بصينا على نمبر سي، نمبر سي مديني ايه؟ بيقول لي 29 تايمز 101، يبقى ادي 29 تايمز ال 101 هعمله 100 بلس 1. هندخل ال 21 29 تايمز ال 100 بلس 29 تايمز ال 1. دي هتدي يا جماعه 2900 ودي هتدي 29. نجمعهم هتطلع 29 29. طيب بعد كده نمبر دي بيقول لي 47 تايمز 99. انا اعمل ال 47 اهي 47 تايمز 99، ممكن اعملها 100 ماينس 1. يبقى هيبقى عندك 47 تايمز 100 minus 47 times 1. دي هتطلع ايه يا جماعه؟ هتطلع 4700 ودي هتطلع 47. هنعملهم ماينس بعض هيبقى 10 minus 7 3 وده هيبقى 9 minus 4 5 وده هيبقى 6 وده 4. ما سبتهاش حاجه. تمام؟ نصور دي بقى. تمام عملت. بالتالي يعني ايه؟ هم طوال بس يعني مودلز طويله بس سهله. طب لو جينا بس اللي بعدها يا جماعه بس قبل ما نخلص اهو، هنا عندنا ال الايكويشنز دي بيقول لي 5x بلس 3 ايكوال 23، جايب لي ايكويشن كده 5x بلس 3 ايكوال 23. أكيد أودي 3 بالماينس يبقى 5x equal 23 minus 3 يعني 5x equal 20. هرجع أودي ال 5 دي يا جماعة بالديفايدد لأنها معمولة تايمز، يبقى ال x equal 20 divided 5 ال x equal تمام. اللي بعدها مديني 1 over 3x equal 14. أنا أريحكم من حاجة، لما تلاقي فراكشن هنا يا جماعة وديه بالريسبروكال للناحية التانية، يعني وديه بالشالوب الناحية التانية على طول. بص يعني قول 14 تايمز 3 اوفر 1، مش 1 اوفر 3، تريح دماغك. بدل ما لسه اقول ديفايد واشقلب الفراكشن والفيلم ده، لا وديه بالشقلوب على طول يعني بالريسبروكال. فهتطلع كام يا جماعه؟ 3 تايمز 4 12 2 اند كاري 1، 3 تايمز 1 3 1 4. تطلع 42. طب تعالى نشوف اللي بعدها، بيقول لي 4x ايكوال 24. 4x ايكوال 24 احنا هنودي ال 4 بالديفايد، يبقى الاكس هتبقى 24 ديفايدد 4 ايكوال 6. طب تعال نشوف اللي بعدها، جايب لي اكس ماينس 2 ايكوال 20، هتودي 2 بالبلس هيبقى الاكس ايكوال 20 بلس 2، هتطلع الاكس ايكوال 22. تعال نشوف اللي بعدها بقى، دي ايه؟ جايب لي تريانجل وعامل لي البيز 10. بص يا جماعه وعامل لي كده. انا ملاحظ حاجه، هو جايب لي البيز 10 بس مش جايب لي الهايت كام. بس هو راجع عامل لي هنا رايت انجل ترانجل وبيقول لي ايه؟ بيقول لي دي 8 ودي 6. خلاص احنا هنشتغل على البيز ده يا جماعه والهايت ده، مش على البيز دي والهايت ده لان الهايت مش موجود. بنشتغل على ان البيز كانت ب 8 والهايت بتاعها كان ب 6 وتايمز هاف. هتطلع الاجابه 24. طيب تعالى اللي بعديها اللي هي نمبر، جايب لي باراليلوجرام كده، لا جايب لي رومبس الاول ده ولا سكوير ده؟ رومبس شكله كده. لا هو سكوير بس مش هقلبه على شكل الرومبس، يعني سكوير وعامل كده. عامل لي كده
فهو سكويرو مديني، خد بالكم مديني الحته دي 8 بس، بس هو بيلخبطني يعني عامله شكل الرومبس. طيب اللي عرفني ان هو عامل لي الانجل زي رايت، الرومبس ما عندوش الانجل زي رايت يعني. طيب ده 8 يبقى الحته دي كمان 8، يبقى الدياجونال بتاعه 16. طب انا بجيب الاريا ازاي؟ بعمل 16 تايم 16 واحط قبلها هاف. طب ما هو نص ال 16 ب 8، اعمل 8 تايم 16. 8 تايمز 6 48، 8 قد كاري اب 4، 8 تايمز 1 ب 8 و4 يبقى 12. تمام. تعال نبص على مين كده. اللي بعديها اللي هو الباراليلوجرام. اهو. الباراليلوجرام عامل لي كده ده كده. مستر هي دي 5 ولا 8؟ فين؟ دي؟ اه. 8. هي 5 جايه 5 ولا ايه؟ اه يا مستر شايفها انا مش شايفها، انا بحسبها 8 والله. طيب يبقى 5 ماشي معلش. يبقى ده كده هتبقى اسهل، 5 و5 10 خلاص، يبقى ده 10 وده 10 كانت هتطلع 50، ده كده اسهل بكتير. انا برضو بقول جايب، بقول الارقام جايه يعني صعبه، لكن هي كده سهله بقى كده. طب تعالى نشوف اللي بعديها بيقول لي ايه يا جماعه. مديني باراليلوجرام ومديني البيز والهايت، البيز 14 والهايت ايه؟ والهايت ده 5 ولا ايه بقى؟ شايفينه اكتر مني 5 باين؟ اه هنعمل 14 تايمز 5 على طول هيطلع 17. طيب ايه اللي كان بعديها؟ بعديها بقى الرسم يا جماعه زيها زي اللي فوق بالظبط. الرسم بتاعي ما فيهوش فن بقى يا شباب صح؟ الو يا سما. ايوه يا مستر. بتاعي الرسم ما فيهوش اي حاجه بقى تمام؟ اه عادي هحله يا جماعه عشان بس انا مش عارف ارسمه عندي بدقه يعني، بس انتوا تعرفوا تعملوا الرسم. يا احمد الو، وبتاعت الفريكوانسي انا مثلا الفريكوانسي بوليجون اللي تحت دي يا جماعه بعد ما اطلع النقط هتطلع مثلا سي النقط عامله كده، مثلا عامله كده كده اللي هي يا مستر اللي هو زي السهم كده ونوصله بالمسطرة. لا 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 كيرف، اسمه بيقول لي فريكوانسي كيرف، هنوصله بايدنا كده ونعمله زي قمه هنا كده زي قمه هنا، اسمه بيقول لي فريكوانسي. لا ده بوليجون، بوليجون يبقى بالمسطره، لو كيرف من غير مسطره يعني البوينتس بس طالعه كده مثلا كده كده كده، هنوصلها بس بالمسطره كده 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 بس. سهله يا جماعه صح كده ولا غلط؟ والرسمه بتاعت الترانجل هي نفس الرسمه اللي كانت في الموديل الاولاني، نفس القصه شكلها يعني. تمام يا شباب؟ الو؟ في حد عنده اي اسئله تاني؟ لا يا مستر شكرا. طيب بالتوفيق يا احمد. لا مستر شكرا. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس ده كده هبعته لكم برضو اهو عشان يبقى معاكم كل الايه الموديل انسرز. طيب تمام يا جماعه ماشي. معلش يا يا سما. الو يا سما. ايوه يا مستر. قولي لناسين بس 5 مينتس هصلي الدور وادخل له. ماشي معلش. تمام. اوكي ماشي 5 مينتس بس هصلي الدور وادخل له ان شاء الله. وشوفي لو ماما في موديل زي دي كده يا ريت تبعتها لي بالنسبه لجريد 4. اوكي؟ اوكي يا مستر هسألها. طيب ماشي يلا سلام عليكم. وعليكم.